السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ شيء طيب. السؤال الثاني اللي أنا كنتش لاحظت عنده شراء الأرض. شراء الأرض، أنا أعلم إن الأرض اللي هي مشترى لادخار المال عليها زكاة كل حول. طب لا الواحد لا هنا لا، عند حد عفوا اسمعني عفوا عفوا، قف، أنت تستفسر، تسأل، نعم استفسر. أنت تقول الأرض المشترى لادخار المال عليها زكاة، لا لا نوافقك على هذا. الأرض التي اشتريت للتجارة فيها هي التي عليها زكاة، خلاص كده؟ طب واحد دخل فلوسه مولانا في أرض دي مش لا عليها زكاة؟ لا، ما عليها زكاة، هذه قنية، قنية يقتنيها، لكن إذا كنت تاجر أراضي نعم عليها زكاة. السلام عليكم.